أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، نرحب بكم في موقعكم التعليمي مدرستي في بيتي ودرس جديد في مادة اللغة العربية. موضوعنا اليوم هو الجملة الإسمية والجملة الفعلية. نقرأ معا هذه الجمل. الناس سواسية، قصص الأنبياء شيقة، اهدنا الصراط المستقيم، تبارك الذي بيده الملك. لاحظ معي بدايات الجمل. الناس سواسية، الناس اسم، قصص الأنبياء شيقة، قصص اسم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل، تبارك الذي بيده الملك، تبارك فعل. إذن لدينا جمل تبدأ باسم وجمل تبدأ بفعل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الجمل التي تبدأ بأسماء أو باسم هي جملة اسمية، أما الجمل التي تبدأ بفعل نسميها جملة فعلية. إذن الجملة نوعان، جملة اسمية هي جملة تبدأ باسم، مثل الاجتهاد مفتاح النجاح، العلم نور، الابتسامة صدقة، كلها جمل اسمية لأنها تبدأ باسم. الجملة الفعلية هي جملة تبدأ بفعل، مثال أتابع دروسي باهتمام، يحافظ المسلم على صلواته، قم احتراما لمعلمك. هذه جمل فعلية لأنها تبدأ بفعل، أتابع، يحافظ، قم. إليك الآن تدريب، بين في كل واحدة من الجمل الآتي ذكرها ما إذا كانت جملة اسمية أم جملة فعلية. أحب لغتي، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ الكتب بساتين العقلاء، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ جمع الصحابة القرآن، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ التواضع سيد الأخلاق، هل هي جملة اسمية أم جملة فعلية؟ قم بإيقاف الفيديو وشغله بعد انتهائك من التدريب. لنصحح سويا. أحب لغتي، نلاحظ بداية الجملة أحب، أحب فعل، إذن الجملة هي جملة فعلية. الكتب بساتين العقلاء، بداية الجملة كانت الكتب، الكتب اسم، إذن الجملة فعلية، إذن الجملة اسمية لأنها تبدأ باسم. جمع هي جملة، هي جمع وفعل، إذن الجملة فعلية. التواضع اسم، إذن الجملة اسمية. نتمنى لكم التوفيق في دراستكم، ونلتقي مجددا في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.